السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة المهندسين الوطنيين. النهاردة 18 أكتوبر 2022، حاليا أنا ماشي على محور الماسة اللي جاي من جنوب العاصمة الإدارية الجديدة من منطقة المستثمرين بالتحديد، وماشي باتجاه الشمال اتجاه القصر الرئاسي ومنطقة الداون تاون ومنطقة البنوك. زي ما حضرتك شايفين كمية عربيات وفي حركة كبيرة جدا شغالين اليومين دول في العاصمة الإدارية الجديدة. في تكثيف للأعمال، في شغل موجود في كل مكان في العاصمة الإدارية الجديدة، علشان محدش يسمع لأي إشاعة بتقول إن العمل متوقف أو في مشكلة في العمل، لا الدنيا شغالة. حد من السادة المتابعين من قطر كلمني وقال لي إن الدنيا، أنا مشتري في العاصمة وبيقولوا الدنيا واقفة وفي مشاكل، لا الدنيا شغالة زي ما حضرتك شايفين كده في الصورة، مفيش أي مشاكل خالص في العاصمة الإدارية يا جماعة علشان الناس تطمن. هاخدكم من جنوب المدينة لحد شمالها علشان الناس تطمن وتتابع معانا كل جديد في العاصمة الإدارية الجديدة. الناس ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه لو انت اول مره تتابع قناه المهندسين الوطنيين. الناس ما تنساش تعمل شير للفيديو علشان يوصل لاكبر عدد من المتابعين وغير المتابعين. احنا حاليا موجودين قصاد كاتدرائيه ميلاد المسيح على محور بن زايد الجنوبي. قدام حضراتكم في الصوره بدات تظهر الكاتدرائيه، وزي ما حضراتكم شايفين الناس متعلقه في السماء وشغاله بسم الله ما شاء الله. كل يوم في جديد، كل يوم بنيجي هنا نلاقي في حركه جديده. كنا مصورين المسار ده من اسبوع ومن 10 ايام كده، كانوا لسه مركبين الشدات المعدنيه، لسه ما كانوش صبوا الاعمده الخرسانيه دي. دلوقتي هم بداوا ان هم يركبوا الكمر الخرساني اللي هيكون راكب فوق الاعمده دي. كاتدرائيه ميلاد المسيح اكبر كنيسه في الشرق الاوسط، موجوده هنا في العاصمه الاداريه الجديده على محور بن زايد الجنوبي قصاد كومباوند سيليا. زي ما حضراتكم شايفين كده في الصوره الكاتدرائيه دي اول حاجه تم افتتاحها في العاصمه هي ومسجد الفتاح العليم، مسجد الفتاح العليم وكنيسه ميلاد المسيح. زي ما حضراتكم شايفين ده كده المحور بن زايد الجنوبي اللي احنا ماشيين عليه كده، ده محور بن زايد الجنوبي بيدخل على منطقه المستثمرين الطرح الاول. ده ميدان كبير جدا موجود في قلب منطقه النهر الاخضر، على ايدينا الشمال كده كومباوند جوهره العاصمه، وعلى ايدينا اليمين كومباوند سيليا طلعت مصطفى، في النص المسار بتاع القطار الكهربائي زي ما حضراتكم شايفين مركبين الكاميرا الخرساني. على ايدينا اليمين ده كومباوند سيليا، طبعا 500 فدان في قلب منطقه النهر الاخضر، كنا صورناها الاسبوع اللي فات كان فيها عميل معانا بنسلمه شقته، ودخلنا وشفنا الدنيا على الطبيعه منطقه العمارات، ودي بوابه كده على محور الماسه اللي احنا ماشيين عليه خاصه بمنطقه الفيلات. الكومباوند طبعا 70% منه فيلات و30% منه عمارات. اتكلمنا عنه اكتر من مره، الناس ممكن ترجع للفيديوهات القديمه وتتفرج عليه. وبرضه كومباوند جوهره العاصمه اللي احنا ماشيين قصاده في قلب منطقه النهر الاخضر، هم الكومباوندين الاثنين الوحيدين في قلب منطقه النهر الاخضر في العاصمه الاداريه الجديده، وباقي الكومباوندات يا اما بتطل يا اما قريبه من النهر الاخضر يا اما يعني كده يعني. لكن الكومباوندين الوحيدين الصريحين اللي في قلب النهر الاخضر هو جوهره العاصمه وكومباوند سيليا طلعت مصطفى. وعلى فكرة أنا مش بروكر وما بسواش لحد، وطلعت مصطفى أصلا ما عندهمش بروكر، هم المبيعات بتاعت الشركة بتعتمد على نفسها علشان محدش يقول إن أنا بسوق لحد أو بشجع على حاجة. ده كده المسار بتاع القطار الكهربائي المرحلة التانية اللي احنا ماشيين قصاد منه كده، وداخلين على منطقة الداون تاون. هتبدأ تظهر في الصورة كده إن شاء الله تعالى. ده كده محور بن زايد الشمالي بدأ يظهر، وكده هيكون ده كده المنطقة اللي احنا كنا ماشيين فيها دي كلها منطقة القلب النهر الأخضر. وإن شاء الله تعالى نعمل عنه فيديو الأيام اللي جاية، نخصص له حلقة كده بإذن الله تعالى. ده كده محور بن زايد الشمالي زي ما حضراتكم شايفين في الصورة اتجاه كده اتجاه الشرق، مسجد مصر الكبير ومنطقة الداون تاون بدأت تظهر قدام حضراتكم في الصورة. بدأت الدنيا تتحرك وبدأ في مشاريع كتيرة انها تشتغل فيها، وان شاء الله تعالى برضو هنصور في قلب منطقة الداون تاون الفترة اللي جاية برضو. طبعا احنا باستمرار بنصور وبنعمل تحديثات كل فترة علشان الناس تتابع معانا، الناس اللي مسافرة برا والناس اللي شارية في العاصمة الادارية الجديدة تبقى مطمنة ومبقاش عندها اي قلق من اي اتجاه خالص. زي ما حضراتكم شايفين كده في حركة، في ناس شغالة، الدنيا مستقرة، مفيش اي مشاكل خالص موجودة في العاصمة الادارية الجديدة. علشان الناس اللي بتتصل بيا تسالني الدنيا عامله ايه، سمعنا ان الدنيا واقفه، يا جماعه والله الدنيا شغاله طبيعيه خالص بدون اي توقفات. بالعكس الدنيا انا شايف النهارده في حركه وفي شغل كبير موجود في جميع الاماكن. يعني دلوقتي احنا ماشيين قصاد منطقه الداون تاون زي ما حضراتكم شايفين كده، يا اما ناس بتحفر، يا ناس بتصب، يا ناس بتتحرك بعربيات، مفيش اي حد قاعد خالص والدنيا كلها شغاله وبتتحرك. كده على ايدينا الشمال فندق الماسا زي ما حضراتكم شايفين، وقاعة القمة للمؤتمرات اللي هي القبة البيضاء اللي على ايدينا الشمال. وقدام مع حضراتكم كده هيبدأ يظهر بقى منطقة الداون تاون بيخترقها القطار الكهربائي،
جاي من محطة الفنون والثقافة ودخل في قلب منطقة الداون تاون زي ما حضراتكم شايفين، وبعدين كده هيكمل مع المحور اللي احنا كنا ماشيين عليه باتجاه جنوب العاصمة الإدارية الجديدة. قدام حضراتكم ده كده بيراميدز مول، شكله مميز وموجود قدام فندق المسا مباشرة زي ما حضراتكم شايفين. كل ده فندق بيراميدز مول قدام حضراتكم في الصورة، وبعد منه على طول مباشرة لافيت مول، ده كده لافيت مول قدام حضراتكم في الصورة برضو. طبعا في تطور في الأعمال اللي كنا مصورينه من أسبوعين، علشان اخواتنا اللي في كندا اللي مكلميني نصوره تاني أو تالت عشان خاطره. ده كده المول لافيت مول، وبعد منه على طول المسار بتاع القطار الكهربائي اهوت جاي من محطة الفنون والثقافة ورايح اتجاه الشرق، وبعد كده دخل باتجاه الجنوب. ده كده مسار المونوريل زي ما حضراتكم شايفين. برضو هنا على ايدينا الشمال هيكون محطة الفنون والثقافة اللي هي التبادلية اللي هتتبادل فيها القطار الكهربائي مع المونوريل. بداية الحي المالي كده او حي المال والاعمال منطقة البنوك بدايتها من هنا كده بالظبط زي ما حضراتكم شايفين كده في الصورة. في برضو عمل وحركة، كل دي منطقة بنوك، اكتر من 18 بنك تم انشاؤهم في المنطقة هنا زي ما حضراتكم شايفين، وشغل كبير جدا. ده كده على ايدينا الشمال هيئة البريد، مبنى هيئة البريد، وعلى ايدينا اليمين بنك القاهرة ده في الصورة زي ما حضراتكم شايفين خلصان وجاهز على العمل خلاص، بعض الرتوش وبعض الحاجات في الطريق واللاندسكيب بس ونخلص على طول. بعد منه بنك مصر زي ما حضراتكم شايفين، الميدان اللي قدام منهم ده هيكون ميدان كبير جدا زي ما حضراتكم شايفين، برضو اللاندسكيب بدأ يظهر وبعض اعمال الرخام، وده ميدان اهوت قدام البنك المركزي المصري مباشرة على طول قدام حضراتكم. ده كده البنك المركزي المصري ظهر في الصورة البيج ده، وده بنك مصر وده بنك القاهرة، وبعد منهم البنك الأهلي، وكمية بنوك كبيرة جدا في المنطقة هنا، 18 بنك موجودين هنا في حي البنوك أو حي المالي أو حي المال والأعمال زي ما تحب تطلق عليه سميه. ده كده حي البنوك أو الحي المالي، ده كده البنك المركزي المصري زي ما حضراتكم شايفين بسم الله ما شاء الله شكله جميل جدا، وبعد منه البنك الأهلي المصري. ده كده البنك الاهلي المصري، والبنك هنا على فكره بنك الاهلي المصري تم افتتاحه وشغال حاليا وفي موظفين جوه البنك عشان الناس تبقى عارفه. بعد منه دي برضو دي مولات موجوده على الطريق مباشره بسم الله ما شاء الله. الناس ممكن ترجع للفيديوهات بتاعتي القديمه خالص من سنتين تقريبا، المكان ده كان فاضي تماما خالص ما كانش في اي حاجه، علشان الناس تعرف ان احنا برضو الحمد لله بذلنا مجهود كبير جدا سواء في الشغل هنا في العاصمه في قلب العاصمه او في التصوير والأرشفة اللي احنا بنعملها للعاصمة الإدارية الجديدة. أنا شايف إن هو عمل يستحق المجهود اللي أنا بذلته في خلال السنتين دول. في ناس شايفة إن أنا ما عملتش حاجة أو عمل لا يستحق أي شيء، بس من وجهة نظري أنا الحمد لله إن هو عمل مجهود كويس ومجهود أنا بذلته ومبسوط بيه. ده كده الشارع اللي احنا شفناه اللي فات ده بيودينا على منطقة الوزارات، ودي كده زي ما حضراتكم شايفين حدائق الشعب بتبدا من هنا كده لحد القصر الرئاسي. حدائق الشعب دي مساحه كبيره جدا من الحدائق، بتتوسط المسافه بين منطقه البنوك والوزارات والقصر الرئاسي علشان الناس تبقى عارفه المكان بالظبط. ده كده كل ده زي ما حضراتكم شايفين شغل رصف وطرق ولاندسكيب وناس شغاله في كل المجالات. المكان زي ما حضراتكم شايفين الطريق ده كده لو انا كملته على طول اوصل لحد مدينة بدر من هنا كده على طول. ده كده القصر الرئاسي، بداية القصر الرئاسي من هنا كده في الصورة زي ما حضراتكم شايفين، ده نهاية حدائق الشعب، ده كده نهاية حدائق الشعب وبداية منطقة القصر الرئاسي، ومن هنا كده يكون نهاية يعني هنخش بقى من هنا على بدر على طول مباشرة، يعني من هنا لبدر بالظبط 10 دقايق بنكون في قلب مدينة بدر في الحي المتميز. دي كانت جولة سريعة كده بنطمن بيها اخواتنا اللي مسافرين بره اللي بيستثمروا فلوسهم، واخواتنا برضو داخل مصر اللي بيشتروا في العاصمه الاداريه الجديده، وبقول لهم ما تسمعوش لاي اشاعه، ما تمشوش ورا اي كلام بيتقال، العاصمه الاداريه شغاله والحمد لله ما فيش اي